فار ما خدناش حاجه تقدر تجمع لي different values من different data types جوه type واحد. زي ايه يعني ممكن احتاجه؟ يعني ممكن احتاج مثلا ان انا اقول ان انا عندي a student ID and a student name and a student GPA، ثلاث حاجات. ال ID مثلا ده نفترض ان هو integer، ال name هو a C string او string حتى، وال GPA a double. الثلاثة دول ما ينفعش احطهم في array لان هما they are of different data types. في ال alternative حاجة نوع اسمه struct، انه بيعمل لي combining ال data into a structure. ازاي بكتب الستراكت ده؟ اوكي، بكتب كلمه struct دي الكيورد بتاعتي، وبعد كده بختار اسم الستراكت بتاعي. ايه الستراكت؟ يعني ده كاني بعمل creation لداتا تايب جديد، والداتا تايب الجديد ده انا اللي هحدد هيبقى جواه ايه. اوكي، من fields، يعني عندي different values different types of values محطوطه المفروض جوه الستراكت ده، وده هيبقى داتا تايب جديد. طيب كل فيلد مكون منه الستراكت ده بكتب الداتا تايب بتاعه. let's say مثلا integer، وهنا بكتب اسم الفيلد بتاعي اللي هو let's say id. التايب اللي بعده لو انا عايز another value يبقى موجود في الستراكت بتاعي، let's say مثلا هو النيم، فاقول character name of 20 مثلا، اللي بعده double gpa، وهكذا زي ما انا عايزه اي عدد. اوكي، لحد ما اخلص بقوم قافله الكيرلي براكت واحط وراها سيمي كولن. اوكي، ساعتها بيبقى اتعرف لي نوع جديد من الاسم اللي انا عرفته جوه الستراكت ده. زي اكزامبل اهو الستودنت بتاعنا. اوكي، انا قلت ستراكت دي ثابته، كلمه ثابته، بقول ان في ستراكت اسمه ستودنت، دي انا اللي بعرفها. ستودنت دي اسم انا اللي بختاره زي ما انا عايز، ده كانه الداتا تايب جديد الجديد اللي انا معرفه كبروجرامر. تمام، بفتح كيرلي براكت، وكل الفيلدز بتاعتي تبقى ما بين كيرلي براكتس وفي الاخر سيمي كولن. طيب جوه بقى في عندي ايه؟ عندي ستودنت اي دي نوعه انتجر، عندي نيم ونوعه سترينج، عندي يير ان سكول، اوكي نفترض ان ده طالب مدرسه يعني، وده شورت، وعندي الجي بي اي وده نوعه دبل. اوكي، يبقى انا جمعت اربع انواع من الداتا المختلفه بانواع مختلفه جوه حاجه واحده، سميتها الحاجة دي سميتها student. تمام؟ طيب طبعاً ما ننساش في semicolon بعد curly bracket، ودي حاجة يمكن غير معتادة ما شفناهاش في كل استخدامنا للcurly brackets so far. okay؟ لكن في struct بحط هنا semicolon. okay؟ حاجة تانية لو أنت حبيت حاجتين من نفس النوع، ممكن زي استخدامك بالضبط في تعريف variables، ممكن تحط string name, address مثلاً، مفيش مشكلة. okay؟ فبيقول لك ان struct اسم struct اللي انت هتختاره عادة بيبدأ بأبر كيس، بس يعني هو مفيش شرط يعني، بس هو بيقول لك عادة زي كده، ما احنا عندنا convention ان ال constants كلها capital letters. تمام، فطيب لو انا دلوقتي عرفت ال struct بتاعي، هل ده معناه ان انا عرفت ال variables؟ لا، ال variables بتاعتي ما اتعرفتش لحد ما ابتدي اعمل variable من نوع ال struct بتاعي. زي ما انا قلت لكم دلوقتي ان انت كده لما قلت struct student كانك عملت data type جديد اسمه student. ايه ده يعني data type؟ يعني ممكن اعرف منه variables زيه زي الانت زي الفلوت. ايوه، اوكي، فهنا ممكن اقوم معرفه a variable اسمه bill ونوعه من نوع struct بتاعي student bill semicolon. اول ما عملت السطر ده ايه اللي حصل في الميموري؟ اتحجز أماكن لكل فيلد جوه الستراكت بتاعي، يعني اتحجز 4 بايتس للستودنت اي دي، مش هو كان انتجر برضو؟ هنا مثلا 4 بايتس اتحجزوا للستودنت اي دي، وعندي النيم نوعه سترينج، ايا كان بقى السترينج مش عارفه بيتحجز له 24 بايت ولا حاجه زي كده. يير ان سكول كان شورت ف 2 بايتس انذر 2 بايتس، والجي بي اي كان دبل اللي هو ايه 8 بايتس. فهو حجز في الميموري بستيتمنت واحده، حجز الاربعه فيلدز بتوع الستراكت بتاعي. تمام، يبقى ازاي بقى يعني انا دلوقتي ستودنت بيل هو حاليا الفيلدز كلها فاضيه كده، كاني حجزت الاربعه فاريبلز كلهم بس الفيلدز فاضيه. ازاي اعمل اكسس للستودنت اي دي بالذات او النيم او الير سكول؟ بكتب اسم الفاريبل بتاعي دوت الحاجه اللي انا عايزها. يعني لما اقول cn
ستيو 1، يعني let's say ان انا عرفت ستيو 1 ده اللي هو student برضه student، وسميت الفاريبل بتاعي ستيو 1. فلو قلت ستيو 1.student id يبقى انا بتكلم على الفيلد اللي هو student id. لو قلت ستيو 1.name يبقى انا بتكلم على الاسم. خلاص لو قلت student ستيو 1.gpa يبقى انا بتكلم على gpa. التعامل بعد كده ما يفرقش خالص بقى عنه، زيه زي الفاريبلز العاديه. بس ما ينفعش اقول ستيو 1 واسكت، ما ينفعش اقول سي ان ستيو 1. ليه؟ لان ستيو 1 ده مكون من كذا حاجه، ما اقدرش ان انا اقراها بستيتمنت واحده. زي كده في الانتجر اري، احنا اتفقنا ان انا ما ينفعش اقول سي ان اري، صح؟ لازم اقول اري اوف اي، احدد انهي element اللي انا هقراه. نفس الكلام بالنسبه للستركت، انا لازم احدد انهي فيلد اللي انا بقراه دلوقتي، تمام؟ فاقول سي ان ستيو 1.student id، student id ده نوعه انتجر وقابل ان انا اقراه باستخدام السي ان. جيت لاين ستيو 1.name، ستيو 1.name ده نوعه string وقابل ان انا اقراه بالجيت لاين. ستيو 1.gpa equals 3.75، ده الجي بي اي ده عباره عن دبل، يبقى مقابل ان انا احط فيه الفاليو دي، تمام؟ يبقى احنا شفنا قبل كده الدوت نوتيشن دي، شفناها في حاجه قبل كده الدوت دي. شفناها في ايه قبل كده؟ زي فانكشن اللينس يعني، اللي هي بتجيب السايز بتاع ايوه. الاري. لا ما بتجيبش. مين قال ان اللينس بيجيب السايز بتاع الاري دي؟ جت منين؟ لا مفيش فانكشن لينس بتجيب السايز بتاع الاري. او لو قصدكم يعني في حاجتين، ثواني، في حاجه اسمها string len اللي هي كانت بتاعه السي سترينجز، ودي كنت بدلها سي سترينج وترجع لي حجم، يعني عدد ال اسمها ايه، عدد الحروف، اوكي. لكن ما فيش حاجه تجيب لي مثلا length بتاع integer array، ما فيش، تمام؟ عشان نكون متفقين، يعني ما فيش حاجه تقول لي الاري اي ار ار ده فيه كم element، يعني كم element فعليا من العشرة، اوكي. لكن في السترينجز string len، وكان في السترينج اللي هي بتاعه السترينج كلاس اللي هو الاوبجكت string، كان في str.length، طبعا بشرط ان str ده يكون هنا سي string وهنا str ده نوع string، دول مختلفين عن بعض. فكان في حاجه اسمها str.length، يبقى شفنا الدوت هنا ليه؟ عشان string ده كلاس وبيستخدم الدوت نوتيشن. نفس الكلام الستركت، يمكن عشان كده بناخده في اخر كورس البروجرامنج، الستركتشر بروجرامنج، عشان بعد كده بيبقى زي بيدي انترودكشن كده بسيطه لل بعد كده للاوبجكت اورينتد بروجرامنج لما ناخد الكلاسز في سنه ثانيه ان شاء الله، اوكي. فالدوت نوتيشن هنا شفناها في الفانكشنز اللي كنت بستخدمها مع السترينج كلاس. كان في سترينج دوت لينث، في سترينج دوت فايند، كان في سترينج دوت حاجات بقى كتيره، تمام. طيب هنا مثلا انا عرفت struct اسمه payroll. payroll ده جواه ال employee number، عبارة عن integer جواه الاسم بتاع ال employee، ال hours وال pay rate وال gross pay بتاع كل موظف، تمام. لما باجي اعرف variable اسمه employee من نوعه payroll، يبقى اقدر اقول employee dot emp number، اقدر اقول employee dot name dot hours dot pay rate. فلتس سي ان احنا هنقرا من اليوزر كل المعلومات دي. فقريت عملت سي ان الاول للامبلوي نمبر، بعد كده قريت الامبلوي نيم باستخدام الجيت لاين، وما تنسوش اللي هي السي ان دوت اجنور دي، دايما بحطها لما هقرا بالاكستراكشن اوبريتور، وراها يجي الجيت لاين اوبريتور، الجيت لاين فانكشن، سوري، تمام. بنعمل في النص سي ان دوت اجنور عشان نشيل النيو لاين كاركتر. بعد كده بنقرا employee.hours employee.payrate. الجروس باي مش هقراها، ده دي فاليو هتبقى كالكوليتد باستخدام البي ريت والاورز، فاقدر اقول employee.grossPay equals employee.hours times employee.payrate، تمام. فبعد كده بعمل display للداتا بتاعتي including الجروس باي في الاخر، تمام. ده الانبوت، مثلا حد دخل اللي هو الامبلوي نمبر، هو ده امبلوي نيم اهو، عدد الساعات اللي اشتغلها الامبلوي، البي ريت الاورلي بي ريت كام، وبعد كده بطبع له
كل المعلومات اللي دخلها بالإضافة إلى الجروس باي اللي أنا حسبته جوه البروجرام بتاعي. فيها مشكلة؟ الكلام ده فيه مشكلة so far؟ طيب تمام، زي ما اتفقنا ما ينفعش ان انا اعرف بيل ده مثلا اللي هو student حاجه من نوع student، وان انا اعمل سي اوت ليه مره واحده كده، او ان انا اعمل سي ان ليه زيه زي الاري في الحته دي. لو انت عايز تطبع فيلد معين حدد ايه الفيلد اللي عايز تطبعه، عشان السي اوت ما عندهاش المقدره انها تطبع الستراكت بتاعك، هي تقدر تطبع الحاجات اللي هي اللي معروفه البيلت ان، سواء سترينجز دبلز فلوتس كاركترز، حاجات من هذه النوعيه. اوكي، لكن الانواع اللي انا معرفاها دي ما تعرفش هي تطبعها. برضو لو انا عندي، نفترض ان انا عندي struct student عرفت منه two variables، واحد اسمه بيل واحد اسمه ويليام، ويمكن اكون حطيت شويه values في بيل مثلا دوت نيم كان كذا، وويليام دوت نيم يكوال كذا، وعايز اقارن الاثنين، اقارن كل الفيلدز فيهم. مش مسموح ان انا اكتب if بيل equals ويليام، زي بالظبط الاريز مش مسموح ان انا اقول if array 1 equal array 2، صح؟ يعني انا بقول له قارن لي بقى كل، روح انت وقارن لي كل element بالتاني. لا، ما بيعملش هو كده في السي بلس بلس. انت عايز تقارن فيلد باي فيلد، ممكن تتفضل تعمل كده if بيل دوت ستودنت اي دي equal ويليام دوت ستودنت اي دي. في الاخر الستودنت اي دي ده فاليو نوعها انتجر، فبيقارن انتجر بانتجر. الايكوال ايكوال اوبريتور عنده المقدره انه يقارن انتجر بانتجر، لكن ما يعرفش يقارن التايب ستودنت بتاعك بانذر تايب ستودنت. ممكن نعمل initialization للستراكشر زي ما بنعمل initialization كده زي الاريز، بحط كيرلي براكت تمام، وبكتب كل الفيلدز بتاعتي بفصل بينهم بكاما. فلات سي ان انا عندي اربعه فيلدز، هو هيمشي بالترتيب ده، يبقى الفيلد الاولاني، ما ينفعش ان انا ميكس اثنين مثلا ويعني احط السترنج الاول، مش مسموح. اوكي، فهو ده الفيلد الاولاني، الفيلد الثاني، الفيلد الثالث، والفيلد الرابع. تمام، وطبعا ممكن اعمل انيشاليزيشن باستخدام الدوت نوتيشن عادي، ان انا اقول اس دوت نيم ايكوالز جون واس دوت جي بي اي ايكوالز 3.75. يمكن اكون انا مش عايز احط الاربعه فيلدز، عايز بس انيشاليز الاثنين خلاص، يبقى استعمل الدوت نوتيشن بالشكل ده. تمام، ممكن برضو ان انت تانيشالايز جزء من الفيلدز بتاعتك، بس لازم تمشي بالترتيب زيها برضو زي الاريز لو تفتكروا. انت تمشي من البدايه وتانيشالايز زي ما انت عايز، بس ما ينفعش تعمل سكيبنج لفيلد في النص. فانا لو اديته بس رقم واحد اعتبر ده ستودنت اي دي، وما عندوش مشكله الباقيين هيبقوا مش انيشالايزد. تمام، ولو اديت له، لكن لو اديت له مثلا ادي الفيلد الاول وادي الفيلد الثاني والثالث، ما حطيتش الفاليو بتاعته، وادي الفيلد الرابع، مش مسموح. تمام، لكن لو اديت له الفيلد او الاول والثاني والثالث مفيش مشكله، اول وثاني مفيش مشكله، اول بس مفيش مشكله، لكن ما ينفعش اول وثالث او اول ورابع او ثاني ورابع، ما ينفعش تبقى في حاجه واقعه في النص. تمام،